خلينا بقى ناخدكم لموضوع مهم جدا، وهو الدورة الودية اللي نادي الزمالك هيشارك فيها بصفته بطل الدوري المصري في التوقف اللي هيكون في يناير اللي جاي في الإمارات. هيبقى في دورة ودية، هيبقى في أكتر من فريق، اندرلخت البلجيكي، بازل السويسري، هيبقى في كمان فريق من الإمارات، لكن ساعتها هيتحدد مين الفريق الإماراتي اللي هيشارك في الدورة دي. طبعا يا أحمد، ده هيكون زي أعداد خلال فترة التوقف اللي في يناير، ولا أكيد هتفيد الفريق بشكل كبير جدا في المرحلة القادمة. خلونا نشوف كده رأي الشارع الأبيض في فترة الأعداد دي، وكمان في المواجهات القوية اللي هيلعبها الزمالك في الدورة الودية، ونرجع لكم مرة تانية. قول لي رايك في خوض نادي الزمالك معسكر في يناير القادم، فتره توقف طبعا بطوله افريقيا في الامارات طبعا، وهيلاعب نادي اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري. قول لي ايه رايك في المعسكر واهميه المعسكر على اللعيبه؟ لا، هو معسكر طبعا كويس جدا، هيفيد اللعيبه، كارتيرون بيظبط اللعيبه كويس، واندرلخت يعني فرقه كويسه هي وبازل، وهيحسنوا الزمالك يعني، هيدوهم اداء ويعرفوا يلعبوا معاهم كويس ان شاء الله، وهيعكس بقى على الدوري يعني، هو بيظبط جهاز لعيبه للدوري، الفرق كلها هتخاف منهم بقى واندرلخت وبتاع، بس هو الزمالك ان شاء الله فريق جامد، ومعسكر هيفيده ان شاء الله. هو المعسكر هيبقى مفيد جدا لنادي الزمالك، وهيبقى هيأهل لعيبه الزمالك للدوري الجاي والافريقي. طبعا كلنا فاهمين ان المعسكرات دي بتعمل تلاحم جامد بين الفريق، وان شاء الله هنعمل اعداد كويس للبطوله. ان شاء الله يكون احتكاك قوي للفريق، فرصة للمدرب ان هو يشوف اللعيبة تبقى جاهزة، ماتش بطولة الدوري مشوار طويل، محتاج كل اللعيبة تبقى جاهزة في الملعب، البدلاء والاساسيين، يقدر يكتشف الفريق اكتر، خاصة ان احنا داخلين على بطولة افريقيا وعندنا الكاس وعندنا كام بطولة الزمالك مشارك فيها، فيقدر يحكم على الفريق وتبقى اللعيبة جاهزة معاه. والله هو معسكر جيد واحتكاك للعيبة، وعندنا دلوقتي أحسن لعيبة في الدوري المصري، واللعيبة في أوفق حالاتها، وإن شاء الله طول ما احنا مركزين في حاجة، ومعسكر ده إن شاء الله يضيف يعني خبرة كتير لنادي الزمالك يعني. فرصة كويسة جدا لينا إن احنا نلعب بره مصر، أكيد طالما فرق أوروبية فهنستفاد منهم، وبعدين احنا دايما بننجح جدا في التجارب الخارجية، أكيد يعني نادي الزمالك مستوى عالي، والفترة اللي فاتت وخدنا بطولات، أكيد ده هيدينا دافع إن احنا كل الناس عارفانا بره أوريدي يعني خلاص، فإن شاء الله يبقى ماتشين أقوى من بعض، ونتوفق بإذن الله نادي الزمالك.